الاجتماعي توصيات تواكب مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر والمزيد مع بياض الخير. بعد 4 أشهر من اللقاءات التشاورية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان على المستويين المحلي والجهوي، تختتم اليوم الجلسات التشاورية بجملة من التوصيات كان أهمها إعادة تحديد مهام الدولة من خلال إعادة النظر في توصيات لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، مع إحداث روابط جديدة بين الدولة ومؤسساتها الرئيسية. إعادة التنظيم المؤسساتي من خلال تعزيز الديمقراطية المحلية، تدعيم عملية اللامركزية وتوضيح العلاقة بين الإدارة المحلية والمنتخبين، وتوطيد العلاقات بين الإدارات المحلية والمجتمع المدني. تحسين الحكامة المحلية، وذلك بفتح قنوات التواصل بين المجتمع المدني والإدارة المحلية، تعزيز أجهزة مكافحة الرشوة، وترشيد عمل البلديات الاجتماعي تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إعادة صياغة نشاطات التنمية المحلية، وهذا بإنشاء مؤسسات تنموية وفضاءات وسيطة متخصصة في تأطير الجماعات المحلية، تحسين موارد البلديات، وكذا إنشاء عقود برامج مبرمة بين الدولة والجماعات الإقليمية. التكفل بالطلب الاجتماعي من خلال وضع استراتيجية جديدة للتصدي للتسرب المدرسي في الهضاب العليا والجنوب، تكييف الخريطة الجامعية مع احتياجات الطلبة وتحسين خدمات قطاع التكوين المهني، تكييف الظروف المعيشية لبعض الأقاليم الجبلية والصحراوية من خلال التكفل بمسألة النقل بين الشمال والجنوب، التكفل بمسألة الطاقة، وتكييف مواقيت المدرسة مع ظروف المعيشة خاصة في فترات الحر الشديد، إعادة التهيئة التقنية والأدواتية بتعديل قانون الصفقات العمومية، إصلاح الجباية المحلية، تشجيع بروز مؤسسات التمويل المحلية، وكذا توزيع مبدأ التعاقد الإقليمي. تمت هذه الجلسة الاختتامية لجلسة وطنية، ونحن حاملين بالفعل يعني حصيلة الله يبارك من التوصيات ذات البعد استراتيجي، ذات البعد السياسي، ذات الطابع الإصلاحي، ونسلمها إن شاء الله لرئيس الجمهورية. توصيات ينتظر منها أن تدمج في البرنامج الوطني للإصلاحات من أجل إرساء قاعدة جديدة للتنمية المحلية بتركيبة اقتصادية قائمة على ديناميكية جديدة للمبادرات وعمليات الشراكة.